بسانتي دكتور احلام عازر موجوده معنا، اختصاصيه غدد اطفال نمو السكري. موضوعنا هو السكري نوع اول عند الاطفال. اهلا وسهلا فيكي. ميرسي بوكو. عم نحكي شوي قبل الهواء قد ايه يعني اليوم بالوضع اللي نحن فيه من الثوره لكورونا لهلا انفجار بيروت، في تاخير طبعا بالتشخيص عند الناس، تشخيص الامراض. الاطفال ما بيحملوا وقت كثير، خاصه انه يمكن ما بيقدروا يعبروا على كل حال عن اعراضهم. اذا ما نحكي عن السكري نوع اول عند الاطفال، اول شيء باي اعمار بيكون عم يبلش وشو بتكون عوارضه؟ السكري النوع الاول عند الاطفال في بلش بحي العمر. هلا عنا بيك، يعني عنا نسبه اعلى تقريبا من 5 إلى 7 سنين، وبيرجع بيزيد شوي بوقت البلوغ. فعليا عم بيزيد سنويا نسبه السكري عند الاولاد، بنشوف كل سنه اكثر من السنه اللي قبلها، مع عمر من سنه لثانيه عم بيكونوا الاولاد اصغر، يعني فينا نشوفه من عمر السنه سنه ونص ونحن وطالعين. العوارض عند الاولاد، اول شيء الولد ببلش كثير يفوت على التواليت، كثير يعمل بيبي وبيشرب مي كثير. هلا هول ببلشوا فيهم يكونوا على مهلهم، يعني على كذا نهار او كذا جمعه. الولد كمان بيكون كثير عم يضعف. هلا عم نحكي ليه؟ لانه نقص الانسولين بالجسم بيودي لهذا الشيء، فبصير الولد يوعى بالليل يفوت على التواليت بالوقت اللي كان الولد نظيف، ما بطل يعمل بيبي مثلا بالليل. حتى البيبيات بتصير الكوش كتير تقيلة، هيدي كتير منيح لازم ننتبه لها، وبيصيروا يطلبوا مي أكتر. حتى بفترة الشوب لازم نضلنا منتبهين، يعني بس يكون في كتير شوب نشرب كتير مي، بس ما في سبب نعمل بيبي أكتر. لما بنكون نحن منشفين وديزيدراتي نشرب مي اكثر، بس ما بنعمل بيبي اكثر. بس نعمل بيبي اكثر ونشرب مي اكثر، ساعتها بدنا ننتبه كثير على السكري. مثل حيالله كمان اللي بنسميهم جاسترو انتيريت، يعني الاولاد اللي عندهم سهال واستفراغ وحراره، كل سهال واستفراغ وحراره وبضل الولد عم يعمل كثير بيبي، هيدا يعني نحن معنا السكري. سو لازم ما نتاخر بفوته المستشفى، لانه كل ما تاخرنا كل ما الولد ممكن يوصل بوضع اصعب ويصير دمه كثير اسيد. دكتور، يعني اليوم نحن عم نحكي عن أطفال بعمر كتير صغير، تنشوف أصلا شو هي يعني أوقات يمكن بدنا نشخص قبل ما نشوف كل هالعوارض، يمكن في أوقات أمراض وراثية، أو هل أنه على الولادة ممكن يكون عم يبين شيء، أو أنه حتى عند الفحوصات الدورية عند طبيب الأطفال ممكن يكون هو عم يرشدنا بهالإطار؟ عند الولاده لا، ما بيبين شيء. السكري النوع الاول يلي بيجي نتيجه انه خلايا اللي بتفرز الانسولين بقلب البنكرياس بطلت عم تشتغل، هو نتيجه عاملين. اول واحد نحن بنخلق عنا استعداد جيني، يعني انا بكون عندي الجينات يلي بيخلوا جسمي عنده استعداد انه يعمل الامراض يلي بتخلينا نحارب حالنا، نحارب عضو من اعضائنا بما فيهم البنكرياس يلي بنسميهم مالادي اوتو ايمون. بس هيدا لوحده منه كافي تيصير عنا سكري، التقى بعامل خارجي. هذا العامل الخارجي يلي بخلي كل الميكانيزم يبلش. عالم هذا العامل الخارجي لهلا ما بنعرف اكزاكتلي شو هو. اكثر الدراسات بتقول انه هو فيروس، يعني نحن بنلقط حيالله فيروس يلي بيعطينا رشح او جاسترو، هيدا بخلي الجسم يمشي بالكاسكاد او بطريق انه يودي للسكري عند الاولاد. يعني ممكن يكون هالجينات موجوده بس ما تتفاعل ولا مره. مزبوط، ممكن ولا مره بحياتنا يصير عندنا سكري اذا ما التقينا بهذا العامل الخارجي يلي بخلينا نبلش نحارب حالنا. منشان هيك ممكن نشوف بال15 مصر سنه مزبوط. او بال20 سنه او بال30 سنه، حتى في عندنا نوع سكري نوع اول يعني عند الجان ادولت، يعني عند الادولت يلي بيكونوا 20 22 23. وهيدا ما له علاقه باللايف ستايل يعني اللي نحن بنكون متبعينه، لايف ستايل يلي هي هن العوامل الخارجية يلي ممكن يخلوا الجسم. هيدي العوامل الخارجية يمكن تكون الأكل، يمكن تكون الفيروس، يمكن تكون نحن عم نقول أنه أغلبيتها معقول فيروس، بس مش يعني أكيدين. لا مش يعني أكيدين ولا منعرف إكزاكتلي، يعني عنا احتمالات أكتر لكم نوع فيروس، بس ما منعرف أي واحد اللي هو عن جد بيودي. لما بيكون في العوارض اللي حكيتي عنها دكتور، تشخيص كيف بيصير للتاكيد انه هيدا هو سكري نوع اول؟ تشخيص السكري اول شيء، في شيء كثير مهم، انه السكري عند الاطفال هي حاله طارئه، يعني انا ما فيني انطر. اذا اليوم فكرنا انه عندنا سكري، حيالله طبيب اطفال او طبيب صحه عامه بيقول هيدا الولد عنده سكري، ما بينطر ثاني نهار لنروح نعمل الفحوصات. يعني سي ان اورجانس فيها تكون كذا ساعه على البيبيات، فينا نتفادى انه نفوت على العنايه الفائقه اذا وفرنا كم ساعه من القعده بالبيت. سو
في اول شيء بلش بفحص بول، البوندليت تبع البول بتبين اذا في سكري بالبول او لا. اذا في سكري دغري بنروح على الاورجنس بنعمل فحوصات الدم تنفوت على المستشفى. سكري الاولاد بتعالج دغري بالمستشفى. دكتور ليش طارئه؟ يعني هالقد سريع تطور المشكل؟ سريع تطور. تنعرف من شو بيجي السكري؟ البنكرياس بطل يفرز انسولين. لما انا بطل افرز انسولين بطريقه اللي لازم افرزها، الخلايا بتصير تستهلك الجرا، الدهون اللي مخزنة بقلب الخلية. بس نستهلك هيدي الدهون منولد شيء اسمه أسيتون. يعني الأسيتون هو الدشية اللي بيجي من هيدي الدهون. الأسيتون بيخلينا نصير أسيد. كل ما صرنا أسيد كل ما كان هيدا خطر على حياتنا، خطر على الولد. ومجرد ما أنه لقت حيلا فيروس تاني، يعني عطيه جراف ومسماء حرارة، بيفضى كتير المي بسرعة من جسمه. يعني بيوصلوا الولاد منشفين وأسيد، فيهم يوصلوا بكوما كمان الأولاد، وهيدي فيها تكون على كم ساعة. يعني اليوم منيح، تاني نهار وعينا فوميسمان دياري أو بلا دياري أو فيافر، ومنوصل على الأوبيتال بدنا نفوت على هناية. ومنعرف حاليا بلبنان يعني هذا الموضوع كتير مهم. في فحوصات وقائية؟ نو. وقائية يعني نحن حتى هلأ إذا عنا ولد عنده سكري ما بنعمل لإخواته تنعرف انه عندهم استعداد يعملوا سكري. ليش؟ لانه نحن ما بنقدر نوقف فكره او عمليه انه نوصل لمرض السكري اذا شي نهار التقينا بهذا العامل الخارجي. في كتير دراسات على هذا الموضوع تنحمي كم خليه بنكرياس، بس فعليا لهلا ما عنا شيء ملموس، كله قيد الدراسات. والادويه يلي عم نستعملها تنحمي اللي باقي شوي من البنكرياس ممكن يكون عندها كثير اثار جانبيه اكثر بكثير من انه ناخذ بس انسولين. بدنا نرجع نلخص العوارض وننتقل للعلاجات. ايمتى لازم يكون في استشاره؟ بس الولد يصير عم بيعمل كثير بيبي، عم بيشرب كثير مي، حاسينه كثير عم بيضعف، بيكون كثير تعبان، بس نوصل لدرجه وجع بطن واستفراغ. يعني اوريدي الاسيتون كثير عالي وصرنا بوضع متقدم شوي. دوك مجرد ما انه حست الام انه الولد عم يطلب مي اكثر، عم يعمل بيبي اكثر، ما كان يعمل بالليل رجع يعمل بالليل، صارت الكوش كتير تقيلة بالوقت يلي هو كتير شوب، ونحن بالعرق بنخسر المي ما بنخسرها بالبيبي، هاي لازم تروح تستشير طبيبة وتعمل لهم فحص السكري. وفينا ما نبلش بإبرة وشك، يعني شك، لأنه في أهالي ما عبالهم يشكوا ولادهم، منبلش بالبوندلت يعني بفحص البيبي يلي ببين إذا عنا سكري بالبول أو لا. عنا سكري بالبول، في مراحل، في مستويات كمان بهيدا العمر أو بالسكر النوع أول أول، كل بيكونوا مثل بعض؟ العلاج بالآخر كله مثل بعضه هو الأنسولين. بس نوصل بأول اكتشاف السكري على المستشفى بناخد الأنسولين دغري إبرة تحت الجلد. إذا وصلنا بوضع شوي متقدم بدنا ناخد الأنسولين بالمصل، لبين ما تخلصنا من الأسيتون والأسيد بالدم نرجع منبلش إبرة الأنسولين تحت الجلد. للأسف حالياً ما في علاج للسكري النوع الأول إلا بأنسولين وبإبر أنسولين. يعني ما عنا أنسولين شرب، ما عنا أنسولين منشمه، كله تجرب بس ما في شيء قدر عن جد يوصل على الدم وينزل السكري عند الأولاد غير إبرة الأنسولين. وهيدي علاج مزمن، علاج كل حياتنا بناخذ الانسولين كل حياتنا. هيدي كمان نقطه كثير مهمه لانه في اهالي بفكروا انه رح ناخده على كم شهر ونقدر نرجع نوقف الانسولين. لا، سكر الاطفال هو مرض مزمن، هو بعدين بيصير طريقه حياه. يعني كيف العائله كلها بدها تتعايش مع مرض السكري تبع هيدا الطفل، بس بيقدروا كثير منيح ينجحوا فيه. كل الأهالي بتنجح. كيف نحن مننظم نظام الغذاء تبع العائلة، بطل مثل من زمان قول هيدا الولد معه سكري ما بحق له ياكل جاتو أو ما بحق له يشرب عصير أو ما بحق لنا نعمل شيء. لا، هن عندهم نظام حياة مثل غير ولد، يعني healthy lifestyle. healthy lifestyle يعني ما بناكل بين الوجبات، ما بناكل على كل ساعة شيء سكري، بس بدنا ناكل شيء سكري بناخد الأنسولين. يعني نحن مننظم العلاج على طريقة حياة صحية طبيعية بيمشي فيها كل البيت. العلاج كل حياتنا. ما عنا أنسولين حاليا، في كذا نوع من الأنسولين، في عنا السريع وفي عنا البطيء. والتقدم التكنولوجي الملموس حاليا هو بس بطريقة إعطاء الأنسولين. يعني نحن عنا بومب يلي هي آلة صغيرة بتضخ الأنسولين
وشكتها منغيرها كل يومين ثلاثة بدل ما نشك الولد قبل كل وجبة. أنا علاج السكري هو إبرة أنسولين قبل كل وجبة، يعني 3 لـ4 مرات بالنهار ومرة بالليل يلي هي البطيء. فعنا مينيموم بين 4 لـ5 شكات بنهارنا أنسولين. هلا كمان بدنا ننتبه انه الابر كثير صغيره، الابر ما بتوجع الولد، يعني هن 4 مليمتر ابره الانسولين الحاليا موجوده عند الاطفال، وهيدي الاهل لازم كثير ينتبهوا لها لانه قبل كانوا يستعملوا السيس والويت، حاليا عندنا ابر كثير صغيره ما بحس الولد فيها. والبومب يلي هي الاله يلي بتضخ الانسولين، في تاخر بلبنان على حط البومب يلي هي فعليا فينا نحطها من الولد عمره نهار، يعني بس يخلقوا البيبيات اذا عندهم سكري ببعض الحالات النادره نقدر نرجلجهم السكري بس اذا حطينا لهم بومب. بس في فكره شائعه بلبنان هي انه لا خليه يكبر شوي تنحط له بومب. ليش؟ وبعدين البومب شو بدها تعمل بالتحديد؟ يعني بدها تعطي الانسولين هي كل الوقت بدون ما نكون نحن عم نراقبها؟ بلا منراقبها، بس الشكه منوفر على الولد شكات، يعني ما بينصير ينشك ابره انسولين قبل كل وجبه، بنكون حاطين له البومب وبنصير نحن نقول لها هلا في كذا نوع بومب، في منهم فينا نوصلهم على شيء بنسميه سنسر هلا بنحكي بقيس السكري، وفي منهم لا بس نحن بنقول لهم قديش يضخوا انسولين، بس ما بنقعد نشك الولد قبل كل وجبه. وهو يعني هالبومب بتضين معه على فتره طويله يعني؟ الشكه تبعها بنغيرها كل 3 أيام تقريبا. أوكي. وهي مثل تليفون صغير بنحط له ريزرفوار بنعبيه انسولين وبيضخ الانسولين على لتحت الجلد، وهذا فعليا بيساعد كثير الاطفال. ما بتضايق بالحركه او بالنشاطات اليوميه او لا، مثل ما كمان مراقبه السكري. مراقبة السكري كتير بتوجع الأطفال، يعني بس نشكلهم صبيعون كمان حاليا منراقبهم 4-5 مرات بالنهار، بس عنا تطور تكنولوجي يعني فينا نركب مثل باتش سنسور كمان على الولد بدل 15 يوم معه آلة بتقريب باي بلوتوث للسكري، وهذا بيوفر كتير شكات الصبيع. ونشكر الله انه هدول كلهم متوفرين حاليا بلبنان، فما لازم ومش انه بس متوفرين، في كثير قصص بغطيه الضمان والجهات الضامنه، فلازم الاولاد تستفيد واكيد يعني يتعودوا على حياه طبيعيه مع السكري مع الدعم النفسي للعائله كلها. يلي كثير مهم اللي بدي اوصل له، يعني لانه مش هين اهل يكتشفوا، اكيد بخبرتك رح تكون موجوده، يكتشفوا انه ولدهم عنده علاج مزمن سكري ولا غير سكري، فبالاول اكيد رح تكون الشغله صعبه، ويمكن اوقات التاخر ب يعني ايجاد نظام معين مناسب للولد وللعائله هو لانه نفسيا ما يكونوا متقبلين هالشيء، لانه اللي بنسميه الديني النكر انه هن ما بدهم يتقبلوا فكره انه نحن عندنا سكري بالبيت او انه مندبروا باللايف ستايل او مندبروا بالاكل او هيدي فعليا عند كل العيال موجوده، ما في حدا طبيعية. يعني بشكل كثير طبيعي هيدي رده الفعل الطبيعيه عند الاهل لما بنعرف انه ابنه صار عنده سكري كل حياته وراح ياخذ كذا ابره بنهار وراح ننظم كل الحياه. انا دائما بقول لهم هن اول 24 ساعه البي والام ليتقبلوا الفكره، والاخوه وحتى الولد كثير مهم نشرح للولد شو صار معه، مش بس يشوف اهله عم يبكوا وهو مش فهمان شيء، سو نحن بدنا نشرح لهم للكل. في عندنا اول 24 ساعه بتكون كثير صعبه تنتقبلها، أنا دائما بقول لهم إنه بعد جمعة بيصيروا هن بيعلموا غير أهل وهن بيصيروا سوتيان لغير أهل. كثير مهم الأسوسياسيون دو بارون، نجمع أهالي أولاد معهم سكري لأنه هن كثير بقووا بعضهم وكثير بياخذوا خبرة من بعضهم، وبلشت تصير أكثر وأكثر بلبنان، فطبيعي مثل حالة مرض مزمن نحن عندنا هذا الانهيار يلي لازم يصير. لازم يصير لحتى يعبروا عن غضبهم، ليعبروا انه نحن متضايقين من هيدي الفكره، مش ايه سافا، بس تكون ايه سافا ماشي الحال، اجمالا بتجي هيدي الغضب بتجي ديكالي، وهون بيكون السكري اصعب، فلما بنقول لهم دغري انه يعني باقي معهم كل حياتهم السكري، هيدي كمان نقطه كثير مهمه، ما بنأملهم انه رح نبلش علاج وبنشوف بعد 3-4 أشهر شو بده يصير. النشاط اليومي عند الولد، سبور، يعني الجهد الجسدي كله، يعني في الولد يعيش حياة طبيعية حتى مع البومب كمان، كل شيء مع البومب، منروح منعمل سبور، منعمل ناتاسيون، منعمل كل شيء، بس منعلمهم كيف لما بدهم يعملوا سبور منوطي الأنسولين أو مناكل شوي أكتر تما يصير عندنا هبوط، رح نحكي عن
شو يعني كيف بيكون مرجلج السكري، لانه كمان هيدي النقطه كثير مهمه، يعتبروا الاهل انه ابنهم السكري تبعه منيح. عندنا دو كريتير يعني شرطين، هو اقل نسبه هبوط ممكن، الهبوط يعني اذا كان السكري تحت السبعين، وتاني شيء اللي بنسميه مخزون السكري المنيح. مخزون السكري تقريبا بيكون بين 6.5 و7، معناتها سكري منيح. بس هلا اكثر شيء بنشوفه بالدراسات يلي بيقول انه انا عندي سكري منيح وما راح يصير عندي مضاعفات بعدين لما بيصيروا كبار، يلي هو اللي بنسميه الوقت يلي فيه السكري ضمن النورمال. يعني فعليا ببعض الاحيان مخزون السكري يلي هو معدل وسطي في يكون منيح، بس السكري بيكون بين 400 وبعد نص ساعه بيصير 50 وبيرجع بيطلع ل 300. سو فيها تكون المويان نورمال، بس هيدا سكري ما انه مرجلج. اللي بدي اقوله، الدماغ عند الولد ما بيحب ابدا لما بيطلع عنا بيك وبيرجع بينزل. سو بده يكونوا هدول البيكات اروندي، ما يكونوا كتير عاليين ولا كتير واطيين. بنقول انه لازم يكون بين 80 و 180، هذا الهدف المعدل، انه يكون السكري قبل الوجبه بين 80 و 100، بعد الوجبه بين 140 و 180. البورسنتاج، نسبه الوقت يلي نحن ضمن النورمال، هو اكثر كريتير بخلينا نكون منيح. دكتور، بيبقى يعني انه التفاصيل كثيره، ومثل ما كنت عم بتقولي المسانده مهمه، مش بس العلاقه مع الطبيب، العلاقه مع اشخاص ثانيين واهالي ثانيين يكونوا هن كمان عندهم خبرتهم اليوميه، لانه عم نحكي عن حياه كامله، خبرتهم اليوميه بالموضوع، فالمسانده ضروريه. شكرا لك دكتور احلام عزار، اختصاصيه غدد اطفال، لوجودك معنا. وفي هلا بنرجع منتبه لايف.